السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نحكي مثل ما عرضنا بالفيديو الأول على الخط الخشن والخط الناعم. الخط الخشن يكون بالبداية بداية العمل حتى يكون التماسك مالته أكثر ويكون قوة أكثر، وحتى يكون بمسامات أكثر للطبقة بالطبقة التنعيم. مثل ما حنراويكم هذه هي الطبقة الخشنة، إذا تلاحظون ما مغربلة، ما نغربلها بدون غربلة حتى تكون قوية بها مسامات وتساعدنا على أنه تتماسك ويا طبقة النحت الثانية للتنعيم، لأنها حتكون ناعمة وكمية الإسمنت أكثر. هذه هي الخبطة الناعمة، احنا نسميها خبطة الوجي، الخبطة النهائية اللي تكون مادة الإسمنت فيها أكثر والرمل مغربل ناعم على الشكل هذا، تكون ناعمة. اللي هي هاي الطبقة اللي تحتها اللي قلنا عليها خشنة، نعملها على شكل خشن حتى تتماسك ويا الطبقة الثانية، لأنه الإسمنت طبقة ناعمة على طبقة ناعمة يفطر يوضع، فلازم الطبقة الأولى تكون خشنة كما تلاحظون خشنة والرمل غير مغربل، أما الطبقة الثانية لازم تكون ناعمة لأنه الوجه النهائي يكون صافي حتى يطلع الشكل المضبوط وحتى بالألوان. بعض الأحبة يسألون على الأداة اللي استعملها بالنحت، طبعا انت براحتك يعني شنو تريد تستعمل أداة شبيهة، احنا هنسميها بالعراقي شفرة، هاي الشفرة، طبعا هاي الشفرة شبيهة بهاي الشفرة، بس اني ازيل القبضة مالتها حتى لانه على مود للسهولة، حتى للسهولة بالاستعمال، لان هاي شوف اذا قبضة شوية صعب تتحكم بها، اما اذا كانت صغيرة الحجم مثل هاي تقدر تتحكم بها بالزوايا. هذه تستعمل للتصفية، هذه تستعمل للتصفية خصوصا تصفية المنحوتات الحيوانات الصخور الصغيرة نستعمل هاي، اما بالاعمال مثل ما تشاهدون الاعمال مثلا اللي بيها مساحة كبيرة نستعمل هذه الحريرة هذه على مود يعني الشغل يمشي. لا تنسون الاشتراك بالقناة حتى ان شاء الله نكمل بقية المراحل لنصل الى مرحلة التلوين النهائية ان شاء الله.